جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل عن حكم المظاهرات إذا أذن فيها ولي الأمر. هذا الأمر ينبغي أن يعادل أصله. أولا نحن كما ذكرنا في الأدلة أن السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. المظاهرات هل هي من الأساليب الشرعية في التغيير أو من الأساليب المخالفة؟ لا شك أنها من الأساليب المخالفة ولا تعرف عن المسلمين، وإنما أخذت من الكفار، وضررها ليس على الحاكم، ضررها على الناس. تغلق الطرق ويعتدى على المحلات ويفجر بالنساء في هذه المظاهرات. فلو أذن حاكم من حكام المسلمين في بلد وقال لا بأس بالمظاهرات فلا يسمع ولا يطاع له، لأن المظاهرات في أصلها محرمة. كذلك لو أن حاكما قال أذنت للناس أن يتكلموا فيه على المنابر، لا نسمع ولا نطيع له، لأن مصلحة الحاكم ليست هي مصلحة خاصة له. إذا ترك الحكم من حقه أن يبيح عرضه لمن شاء من المسلمين، لكن إذا كان في باب الولاية لا يجوز أن نطيعه في اختراق هذا الأمر، لأن هيبته هيبة لنا، وإذا اخترقت هذه الهيبة تسلط أعداء الإسلام على المسلمين. فالسلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. ولهذا نقول في بعض البلدان، يقول بعض المسلمين هذا، يقول أذن لنا بالمظاهرات، أذن لنا بالتشهير، أذن لنا بالخروج، نقول لا تسمع ولا تطيع، لأن الحاكم إنما يسمع ويطاع له في المعروف.